سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. صراحه اليوم نهار ديال 27 اولا ليله 27، فقررت انا وجارتي نديروا التحدي انا وياها ونديروا كسكسو. هي قررت انها دير كسكسو دكالي وانا وكذلك قررت انا ندير صراحه كسكسو مكناسي. كنت بغيت نديرو بالتفايه وبزبيب الى اخره، لكن ما كناكلوش، فات قال لي بلي ما كتاكليش بلا ما ديري، يعني غير غادي يضيع. فقلت نديرو بالخضره حيتاش انا اصلا كناكلو بالخضره، ما عليناش. المهم باش نكونوا يعني واضحين، ماشي ضروري ان خص اليوم تكون ليله 27 يعني ليله القدر، حنا ما كنعرفوهاش، هي كتكون بين العشر الاواخر. لكن الاهم من هادشي انها عادات وتقاليد مغربيه، فحنا كنطبقوا العادات والتقاليد المغربيه اللي كبرنا عليها، اللي هي كسكسو ضروري في ليله 27. خلاص هادي راكم عارفينها كاملين، ما عليناش. المهم عواشركم مبروكه، وبامنا العيد قرب فتعيدوا وتعاودوا، عيدكم مبروك، وباش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي. ما عليناش، انا راه ما مولفاش نصاوب كسكسو، ما عمرني ما صوبت كسكسو، نتوما هادشي كاملين عارفينه، يعني ما كنعرفش نصاوب كسكسو، ما كنعرفش نطيب. لكن يعني تحدي، فانا المشكله انا وجارتي بجوج يعني زورد، ما كنعرفوش نطيبو، فدرنا تحدي ما عليناش. المهم انا غادي نصاوب كسكسو ديالي، هادي صاوب كسكسو ديالها، اول مره غادي نصاوب كسكسو، فخليكم معايا تشوفوا هاد الروينه كيفاش غادي تجي. انا عارفه غادي تكون روينه لان ما كنعرفلوش، لكن اول مره رحنا عارفين كيف ما كاملين. اول مره كندخلوا المدرسه كان ما كنعرفوش نكتب وديما كنهبطو على السطح، وفي الاخير كنتعلمو، فهذيك حاجه طبيعيه. ما عليناش، المهم خليكم معايا شوفوا كيفاش غادي يطلع هذا الكسكسو هذا، وتشوفوا هذا النهير هذا اللي غادي ندوزو. لبست هاد الفراشه ديالي اللي كنتو عقلتو عليها، ومخليكم معايا ندخلوا الكوزينه شوفوا هذا الكسكسو كي غادي يطلع. غادي نطيبوه كاملين، يعني غادي نطيبوه ونصومبل خطوه بخطوه. المهم الا شفتو شي حاجه ماشي هي هذيك، شي روينه شي هذا، فدوزو خلينا خوت بيناتنا وستروا غطا على بعضينا ودوزو الموضوع كيف ما هو. ما تحكروا على حتى شي حاجه لان راكم عارفين اول مره البنات. اول حاجه كنحتاجوها اللي هي البصله المشلوطه طراف، غادي نوضعها في البرمه، وغادي نضيف عليها اللحم. انا غادي ندير دابا كسكسو باللحم ديال الراس. لا ما تقولي لي كي ديما تديري بزاف ديال اللحم البنات. غادي كما قلت لكم يتقلى شويه اللحم، هذا اللحم الراس. ولا غادي تقولوا لي كيف ديما علاش كديري اللحم بزاف، هذه المره ان شاء الله ماشي يعني غير لينا بوحدنا كسكسو، فيعني راجلي هو اللي ديه شي صحابو، فداكشي علاش يعني درت الكميه ديال اللحم اكثر من اللي خصنا نديرو نورمال. غادي نضيف عليه واحد 3 ديال المعالق ديال زيت العود، غادي نضيف عليه مليحه، المهم كل واحد على حسب الذوق يعني ديالو. وغادي نوضع يعني معلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه يعني متوسطه ديال الخرقوم زعفران شعره، ومعلقه كبيره ديال السكين. غادي نكسر المعدنوس، اللفت يعني الخضره ديالنا كامل اللي غادي نديروها. القرعه خيزو، القرعه الحمراء، بطاطا الحلوه وليشو ولا الحمص، غادي نخليهم حتى الاخر اول حاجه، لان الحمص عندي انا من اللي فاسدين يعني دوك اللي كانوا كيكونوا طايبين مولعين. وثاني حاجه يعني ليشو والبطاطا الحلوه والقرعه الحمراء، فهما ما كياخذوش طياب يعني حتى الاخر من الاحسن. قفلت عليه بهذا القفل هذا ديال السيليكون اللي كنجبت معايا من المغرب، الثمن ديالو صراحه ما غاليش 10 دراهم. وبالنسبة للكسكسو فأنا غادي نستعمل هذا ديال التريا، البنات
غادي نخلي هذاك السكسو واحد ربع ساعه بحال هكا كل 10 دقائق يعني على ما يشرب ليا الماء اللي في الزكتو به باش عاد نوضعو يعني فوق من الكسكاس يتفور. نديرو دابا بطاطا الحلوه طيب البنات مور التفويره الاولى دابا غادي نحطها في الكسعه باش غادي نفزقوا شويه رشوا يعني بالماء وندير عليه الملحه خلوها على جيني سخون. حدايا فهاد قلت كيتنز عليا كيقول لي هاتي يديك دابا عاد غادي تكمدوا مزيان نيري خلاص هاد القفاله دابا ما نقول لكم راه اي لاصق مزيان شاوني شويه في القفاله دي في القفاله الجهة الأخرى من وقف الموضوع البنات دابا غادي نوضع جوج ديال المطيشات محكوكين وغادي ندير لي الشو طيب غادي دابا غادي نزيدو على المرقه يعني غير نشرب شويه ديال البلول ويعني طلع فيه الطيبه وصافي ما هو راه ديجا طايب. اما بالنسبه للكسكسو طيب لا يوريكم الكسكسو هنا كيفاش مشتت اليوم العالم من الكسكسو واحد شتيته مشتت الكسكسو. البنات المهم انا حطيت اللحم صحابني الكاميرا كانت كتسجل ولكن ما سجلات والو كيف ما شفتو سخونة سخون 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 جدا اوكي بسم الله هكا هكا سي باي غاو لفت فين هي البطاطا بعدا الحلوة غمرت في وسط الطيران مبانت ليش هنا انت يا البطاطس انا ما عنديش مع الزواق البنات باش نكونوا واقعيين الا كنت اصلا اول مره كنصاوبو
يعني راه ما عنديش مع الزواق، اهم شيء هو المذاق ماشي الزواق. كاين ولا ما كاينش؟ فين هي بطاطا الحلوه؟ فين انت البنات؟ هذه هي القساعه ديالي اللي صاوبت. صراحه جاتني صعيبه في الاول، ولكن المهم راكم عارفين من الاخطاء نتعلم. وكيف ما قلت لكم كان هذا هو التحدي مع جارتي، هي صوبت كسكسو دكالي، واخا ماشي دكالي كازاويه، وانا صوبت كسكسو صراحه كنت بغيت نصوبو بتفايه، ولكن مره اخرى عندي صوبو بتفايه اصلا تيعجبني بسبع خضاري، واخا ما درت السبعه درت غير الخضره المتوفره. ما عليناش. المهم كيف ما قلت لكم حنا ما متاكدينش بلي 27 كتكون هي ليله القدر، فحنا كنديروا يعني غير التقاليد يعني والعادات ديالنا، وحنا موالفين يعني بها وهكا كبرنا. فحتى نتوما بصحتكم، لانني كنظن ان تقريبا 95% من المغاربه غادي يكونوا داروا كسكسو، فبصحتكم. واللي ما داروش ان شاء الله العام الجاي الله يخلينا غير طولين بالعمر، وكلشي ان شاء الله كيتعوض. المهم هادشي اللي كاين، هذا هو الكسكسو ديال اليوم. خلينا ناخذ كي جا هاد الكسكسو هذا اللي ما عرفنيش كي داير، لان انا الصراحه خليت واحد شويه منه باش نديرو حتى في سايكوك، لانني كيعجبني في سايكوك يعني كيعجبني مع اللبن. ف بسم الله راه كناكل فيديو وراه كياكل المعلقه. بسم الله نشوف كي جا. ما كناكلوش بطاطا حلوة غير بصحة، كناكل بطاطا أخرى العادية. كيما هضرتي كاع ديال واحد البنت كانت قالت لي في واحد التعليق، قالت لي في واحد الفيديو كان ما هضرش هو فيه، كان باقي الله من النعاس وداز ديريكت للصحاب، وقالت لي كاع ما قلتي لنا الشيف موحى كي جا طيب. كيفاش طيب الشيف موحى؟ زي الحار مزيان. والله العظيم الا جا واعر مقرفط، والسمن زاد بنينو بنات. والله ما كنكذب عليكم انا عجبني، عرفتي علاش؟ والله ما نكذب انا، والله كون جا خايب مي سي نورمال، نهار اول مره ديري كسكسو عادي. الا قلت ما صدقش اول مره بصح جا بنين، جا بحال بحال ديال الوالده تماما. انا راكم ما صدقتش فيه انت، كنقول لك ماشي مشكل، راه ما صدقتش كسكسو لحقاش اول مره درتيه، دونك راه مزيان كسكسو مزيان اكثر من مزيان، اكثر من، انا نقول اكثر من مزيان، ماشي كنشكر راسي والله العظيم، انا نقول اكثر من مزيان، انني انا اللي انا اللي مولفه كناكل من يديها. عرفتي علاش قلي بنو الخضره في 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 خضراتك تقريبا كامله داك الكسكسو؟ تقريبا واه. شنو باقي الخضره ما درناش؟ خضره صافي هادي يقدر لك الدر يعني عمدا يعني عامة. كلا قلت لك على لفت المحور ما لقيتش يعني اللفت، درناه لفت عادية راه داك. لا لا ديما لا جاب حاجة. عرفتي فين ماكلو؟ جيب لي الله، لا ماشي ما تيقطش راسي، جيب لي الله بلي جالسه في دارنا. حسسني بصح بصح بلي راني جالسه في دارنا. الفيلم ما عرفناش فين وصل. ما عرفتش خصها فين تتبع شي فيلم مسالي لا. هذا هما اللي دخلوا لذاك لتحت باش قالوا على راه حصلوا. البنات راه وياه مبليين بالافلام، وضروري ما كدوش ليلة ما درناش شي فيلم ديال الخلعه ولا يعني شي فيلم ديال شي مغامرة. غير زهر لقيتو نقلب في السيتو ونتبعوني حتى يسالي. هذا هو الديفو كيخلينا كنعسى معطلين يومين، هو الافلام باليد، الافلام باليد بوحدها صح. ضرب الحار؟ لا 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 مانيش من الحار. ماشي شي حار؟ ماشي شي حار؟ لا لا انا كنعرف فاش كتقول انت ماشي شي حار كيكون نيت شي حار. ديري في لسانك دوق. لا 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 ما بغيتش، ما بغيتش، انا كان ايدي حتى الحار في خطرة. هجمت على هذا القنص؟ اما انا لا ما طلعتيش حتى نقنتي ونتلاقاو في الكروازون. والله نتلاقاو في الكروازون دابا راه. وبهكا البنات كنكون ساليت لافيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون نال اعجابكم. المهم يعني درت تحدي بيني وبين نفسي انني نصاوب كسكسو، واخا مرني ما زعمت عليه، وراكم عارفين باللي كسكسو يعني من بين الاشياء الصعبه ان الواحد يصاوبها خصوصا اول مره. المهم دوزتو معايا يعني المغامره كيف ما هي،
صراحه صراحه ما ديوش على دوك داكشي المفرتت ديال الكسكسو حيت باش كنت كنبسبسو كان كيجيني يعني صعيب. ما عليناش، المهم اول مره حاجه طبيعيه، المره الجايه ان شاء الله غادي ندارك الوضع. ومن هنا المره الجايه والفيديو القادم ان شاء الله القاكم بصحه وسلامه، ومع السلامه.